هل سمعت بسلم إلى السماء؟ وكيف يخطط العلماء اليوم لاختراع مصعد فضائي يأخذك من الأرض إلى الفضاء؟ وهل تتخيل أنه سيأتي يوم يتمكن فيه الإنسان من تناول وجبة غداء في الفضاء الخارجي ثم يعود إلى الأرض؟ موضوع حلقتنا اليوم المصعد الفضائي بوابة جديدة إلى السماء. حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة. سوف نتحدث اليوم عن اختراع يخطط له العلماء، وهو ما يشبه السلم إلى السماء. سيكون هذا المصعد الفضائي إذا تم اختراعه ثورة كبيرة في عالم الفضاء. ولكن السؤال المهم، هل أنبأ القرآن عن إمكانية حدوث مثل هذا الاختراع؟ هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم إن شاء الله. أول من وضع فكرة سلم إلى السماء أو مصعد فضائي للوصول للفضاء الخارجي هو العالم الروسي قسطنطين سيلكوفسكي عام 1895. العلماء اليوم أيها الأحبة يعتقدون إمكانية حدوث مثل هذا الاختراع، بل ويعملون على تصميم هذا الاختراع. ولكن ما هي المشكلة؟ المشكلة الأولى تتمثل في إمكانية اختراع مواد أو ألياف أو أحبال فولاذية تستطيع أن تتحمل الضغوط الهائلة. كذلك من التحديات أمام العلماء إمكانية تطوير أنظمة أمان لهذا المصعد. أيضا هناك تحد كبير، وهو التكلفة الهائلة لمثل هذا المصعد الفضائي. ولكن بالمقابل هذا المصعد سيقدم للبشرية خدمات لا يمكن تصورها. أولا، تخفيض تكاليف السفر إلى الفضاء بشكل كبير جدا. الفائدة الثانية، زيادة نسبة الأمان بالنسبة للمسافرين. والفائدة الأهم، سهولة وصول البشر إلى حدود الغلاف الجوي والعودة خلال ساعات. يقول العلماء خلال السنوات القادمة سنتمكن من الخروج إلى الغلاف الجوي لتناول وجبة غداء على حدود الغلاف الجوي ونحن ننظر إلى الأرض، ثم العودة إلى الأرض في نفس اليوم. طبعا أخي الحبيب، هذا الكلام ليس من باب الخيال العلمي، ولكن هناك شركات مثل شركة أوباياشي قامت بالفعل بتطوير كابلات فولاذية لتتحمل هذه الضغوط الهائلة، وتقوم الآن بتطوير أنظمة الأمان التي سيتم استخدامها فيما لو تحقق هذا الاختراع العظيم. والآن أيها الأحبة، ماذا عن القرآن الكريم؟ كتاب العجائب، هل تحدث عن مثل هذا الاكتشاف؟ أو هل أخبر القرآن عن إمكانية أن يكون هناك أصلا سلم إلى السماء يستطيع الإنسان أن يصعد لينظر من فوق الأرض إلى الأرض؟ استمع معي إلى هذه الآية العظيمة، بعد ذلك سنتدبر هذه الكلمات الرائعة. يقول تبارك وتعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما من السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ودقق معي أخي الحبيب على عبارة أو سلما في السماء. هذه العبارة الدقيقة الحقيقة تعبر تعبيرا دقيقا عما يحاول العلماء اكتشافه اليوم أو اختراعه خلال السنوات القادمة. إذن خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب، أول فكرة لسلم للسماء علميا وضعها كما قلنا عالم روسي قبل 130 سنة أو أقل من 130 سنة. القرآن نزل قبل أكثر من 1400 سنة، لذلك ينبغي أن نصحح هذه الفكرة ونقول إن أول من طرح فكرة إمكانية الوصول إلى السماء عبر سلم أو أحبال أو آلية أخرى هو القرآن العظيم في قوله تعالى: أو سلما في السماء. وهذا يشهد بإعجاز القرآن العظيم. ويبقى السؤال: من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الإمكانية في المستقبل أن تتحقق؟ كذلك هذه السورة نزلت في مكة المكرمة، سورة الأنعام. هذه الآية موجودة في سورة الأنعام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان منشغلا بإقناع من يعبد الأصنام بوجود الله سبحانه وتعالى، كان يقنعهم أو كان يريد أن يقنعهم
بلا إله إلا الله، فما حاجته أن يدخل في مثل هذه القضايا العلمية أو مثل هذا الخيال العلمي اليوم الذي يعتبرونه خيال علمي أول من طرحه عالم روسي قبل 130 سنة؟ كذلك القرآن أشار أيضا إلى إمكانية الخروج خارج الغلاف الجوي في هذه الآية الكريمة، قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه الآية الكريمة بالفعل تؤكد إمكانية الخروج خارج الأرض باتجاه السماء، وانتبه معي لقوله تعالى: لقالوا إنما سكرت أبصارنا. بالفعل الإنسان بمجرد أن يغادر الغلاف الجوي يشعر وكأن بصره قد أغلق فيدخل في ظلام دامس. أيضا يقول العلماء إن من يخرج خارج الغلاف الجوي أي خارج نطاق الجاذبية الأرضية يعاني من أعراض تشبه السكر، يعني يعاني من دوار، يعاني من مشاكل في جسده في الدورة الدموية، يعاني من أعراض كثيرة جدا، يشعر وكأنه مسحور تماما. ويبقى السؤال أيها الأحبة، أقول بالله عليكم، من أنبأ النبي بإمكانية الخروج خارج هذه الأرض باتجاه السماء؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. كذلك أنبأ القرآن عن الآلية التي يمكن للإنسان أن يخرج فيها وهي سلما إلى السماء. كذلك أشار في قوله تعالى: لقالوا إنما سكرت أبصارنا، إلى وجود الظلام الدامس خارج الغلاف الجوي عندما يخرج الإنسان خارج الأرض. وكذلك أنبأ القرآن عن مشاكل يتعرض لها الدماغ بسبب فقدان الجاذبية الأرضية، وتسمى أمراض فقدان الجاذبية، وهناك علم تدرسه وكالة ناسا يسمى علم أمراض فقدان الجاذبية الأرضية. كل هذا أيها الأحبة يدعونا أن نعتقد أن القرآن الكريم هو كلام الله تبارك وتعالى، وأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول الله. ولا نملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن نقول كما علمنا الله سبحانه وتعالى عندما نرى آية أو معجزة تتجلى أمامنا: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.